أنا معكم أخوتي سالم ربيع صوب قلوبكم، محبتي وصلاتي للجميع، وبدي أذكر اليوم خاصة مرضى السرطان والأمراض المزمنة. رب يكون معكم جميعا أخوتي المرضى، وبدي يعني رجاء من الكل، كل حدا بيعرف مريض سرطان أو عنده مرض مزمن يصلي له، يكون حده يواسيه بتليفون بأي شيء، لأنه هول أخوتنا الجامعات اللي بتكون عندهم هيدي المرض، كان كل الأمراض المزمنة وخصوصا اللي بيكون وضعهم كتير صعب، بحاجة إنه يكون حدهم شخصيا بتليفون بصلاة. هلا وقت بنقول على الأقل بصلاة، أنا بقول لا، شو على الأقل بصلاة؟ هي أهم شيء الصلاة، مش الأقل شيء الصلاة. فيا ريت نكون نعمل الأكثر شيء واللي هو الصلاة. صلاتي معكم جميعا، خاصة مع مرضى السرطان، بشفاعة ربنا يسوع، محبتي لكم جميعا، كلكم مرضى وأصحاء، إنما خاصة مع أصحاب الأمراض المزمنة ومرض السرطان. الله يقويكم ويكون معكم شفاعة ابن مريم عذراء كل القديسين.